الأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور المولى عز وجل أن جاء بكم في هذا المكان كي تتعلمون العلم. انظروا إلى غيركم ربما يلعبون ربما في أماكن بعيدة لم تتاح لهم الفرصة كي يتعلموا مثلما أنتم تتعلمون. انظروا إلى غيركم أيضا ربما يكونون فسدة، لكن ولله الحمد الله اصطفاكم أنتم واختاركم أنتم كي تأتوا إلى هذا المكان وتتعلموا العلم، فهذه نعمة كبيرة تستوجب الشكر، فقولوا الحمد لله. أولا تفهمون العربية، أخبرت أنكم تفهمون العربية بشكل جيد، صحيح أم لا؟ تفهمون؟ قولوا الحمد لله. الحمد لله. أول شيء أخبرتكم به أني أحبكم والله في الله، وحبي إليكم هو الذي ساقني إليكم، وهذا المشروع يعني المبارك الذي نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا فيه ويوفقكم فيه ويعيننا فيه، وهو مشروع إعداد الدعاء وتأهيلكم إن شاء الله لتحمل هذه الأمانة، أمانة الدعوة التي ستنتشرون بإذن المولى عز وجل بمرور الوقت في كل هذه البلد لنشر رسالة المولى عز وجل. أولا أنا أتحدث معكم في أشياء سريعة تخص حياتكم ونحن نحتاجها منكم. أول شيء أخبرتكم المرة السابقة أن لابد لكل واحد فيكم بتحديد هدفه، تتذكرون؟ لم تتذكرون، نسيتم. في المرة السابقة التي جئت إليكم فيها طلبت منكم أن يفكر كل منكم ماذا سيفعل في المستقبل، صح؟ تتذكرون؟ هل أحد جلس مع نفسه منكم وخطط ورسم مستقبله وماذا سوف يصنع في المستقبل أم لا؟ هل أحد فعل هذا؟ لم أحد يفعل شيء؟ الذي فعل هذا الذي اتفقنا عليه يقوم برفع يده، لم يفعل أحد؟ خلاص خلينا نفكر تاني مرة أخرى. أنتم ستحملون الدعوة هذه بعد أوقات قليلة إن شاء الله وبعد سنين قليلة، فلابد أن تفهم أنك رسول المولى عز وجل، رسول الله، لأن الإسلام أنت الآن تتعلم العلم وتتهيأ لكي تنشر الدعوة وتنشر الإسلام،
فالإسلام هو أمانة في رقبتك. الإسلام أمانة في رقبتك، فماذا سوف تقدم للإسلام؟ كل منكم يا إخواني يا أحبابي يفكر، ماذا سوف أقدم للإسلام؟ أنا رسول الله عز وجل، ماذا سوف أقدم للإسلام؟ هل سأل منكم أحد نفسه من قبل ماذا سيقدم للإسلام؟ أمتشأت، يعني لا نريد أن نكون مثل الإنسان العادي الذي يعيش مثل البقية. ماذا سوف تقدم للإسلام؟ الإسلام جميعنا سنسأل عنه، فماذا سوف نقول للمولى عز وجل؟ يا رب أنا اجتهدت، كنت بتخطيط حياتي وكنت أفكر أن أنشر الإسلام من هذا العلم وبهذا الشكل، فوفقت في هذا الجزء فأنت معذور. وأعيد لكم قولة، يعني كما قال أحد الصالحين، وكأنه الإسلام يأتي يوم القيامة ويقول يا ربي هذا نصرني وهذا خذلني، هذا نصرني وهذا خذلني، حتى يأتي إلى الفاروق عمر ويقول يا رب لقد كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. سيدنا عمر بن الخطاب قدم كثيرا للإسلام. فأنا أريد أن أسأل منكم، لا تقول أنا صغير، أنا أقول لكم بمرور السنين، ستمر السنين، فمنكم من سيكون عالما، ومنكم من سيكون عالما في الحديث، ومنكم من سيكون عالما في القراءات، ومنكم من سيكون عالما في الطب، ومنكم من يكون في البرلمان في هذا الذي، ومنكم من سيكون في الحكومة، جميعكم بمرور السنين ستتفرقون، لكن من سيكون الفائز الذي قدم للإسلام؟ فعيش بهذا الهدف في حياتك، عيش بهذا الهدف. أنا ممثل عن الإسلام، لأنك إذا فعلت شيئا سيئا ينظر إليك الناس، ها هم المسلمون، هذا هو المسلم؟ يعني إذا فعلت شيئا سيئا صالحا الناس تنظر إليك، نعم هذا المسلم. كنت أدفع في مرة بالإنبيسة، فالإنبيسة خلصت، الأموال خلصت في الإنبيسة، فبعدما أخذت يعني ذهبت، فقال لي الرجل أنت مسلم لا تقلق، أنا أعرف أن المسلمون يعني ناس يعني يقولون الصدق، اذهب ليس مشكلة. فأنتم ممثلون على الإسلام، فلا بد أن تكون طيب السمعة وطيب الحديث دائما، لأن الناس يفعلون زوم عليك، يعملون تكبير، ينظرون هذا هو المسلم، ماذا سيكون تصرفه في هذا الموقف؟ فهذا شيء مهم جدا، فلا بد أن تحذر في تصرفاتك. لكن نعود للنقطة الأساسية، ماذا سوف أقدم للإسلام؟ ماذا سوف أقدم للإسلام؟ ستمر 10 سنين، ماذا أنا سأصبح بعد هذه 10 سنين؟ سأكون منكم من يقول أنا سأجتهد في حفظ المتون أكثر، وأجتهد في تعلم التاريخ الإسلامي، وأجتهد في تعلم حتى أهيئ نفسي أن أكون داعية، أقوم بنشر دين المولى عز وجل في الأرض. فلابد أن تكونون أصحاب شأن، لأنكم إن لم تكونوا أصحاب شأن ستكونون ناس عاديين، ولن تكون لكم، لن يسمع عنكم أحد. لكن الذي يكون عنده شأن وعنده هدف، الناس يسمعون عنه ويشتهر ويكبر ويصبح مشهورا. ونمسك في كل زمان وفي كل في كل مكان، لماذا اشتهر الإمام النووي؟
لماذا اشتهر الإمام النووي؟ هل لأنه كان إنسانا عاديا؟ لماذا اشتهر الإمام ابن الجزري؟ لماذا اشتهر الإمام الشاطبي؟ لماذا اشتهر الحسن بن الهيثم؟ لماذا اشتهر ابن النفيس؟ لماذا اشتهر هؤلاء؟ هؤلاء كل هؤلاء كانوا علماء. ونقطة مهمة وضح سريعا على الهامش، أن هؤلاء كانوا علماء في الإسلام وفي الفقه وفي الحديث والقراءات، ولكن كانوا علماء من علماء الدنيا أيضا، علوم الدنيا. يعني تعرفون أن الإمام ابن الجزري كان عنده كتب في الطب؟ الإمام ابن الجزري الذي يعلمنا القراءات وملأ، يعني أفاد في علم القراءات ما لم يفيد أحد عليه رحمة الله، كان عنده مؤلفات في الطب. فنحن يعني نريد أن يلمع بريقنا، كل منكم عنده كنز، كل منكم عنده شيء مميز، فلا بد أن تعرف ماذا عندك، ما بداخلك. وسبحان الله، الله ما ظلم، هذا يستطيع الحفظ بشكل أقوى، ربما هذا يستطيع الرسم، هذا يستطيع شيء وهذا يستطيع شيء آخر. أنا أقول لكم، الصليبيين في الدولة العثمانية قتلوا أبو رجل يعني رجل طيب، وابنه رأى أبوه وهو يموت أمامه، ابنه رأى أبوه وهو يموت أمامه. ما اسم هذا الولد؟ اسمه بيري. في الدولة العثمانية كان ولد مسلم اسمه بيري ريس. اسمه ايه؟ بيري ريس. اسمه ايه؟ بيري ريس. دوت ولد الصغير دوت رأى أبوه وهو يقتل أمام عينه، ماذا فعل هذا الولد الصغير؟ اهتم به في أيامها السلطان العثماني، ووجد أن هذا الولد عنده قدرة فائقة على الرسم، قدرة فائقة على الرسم. سبحان الله، هذا الولد بيري ريس يرسم الخريطة يعني تعرفون خريطة العالم هذه التي يستخدمها الفاتحون في نشر الإسلام. أهو قدم شيء للإسلام، قدم شيء أم لم يقدم؟ وإلى اليوم نعرف بيري ريس وعمه كمال ريس الذي نشر الإسلام في أوروبا، وساعد المسلمين في 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 محاكم التفتيش التي كانت في أوروبا، وأنقذ كثير من المسلمين. فأنا أقول لكم، كل منكم عنده شيء يلمع، عنده كنز بداخله، فلا بد أن نخرج هذا الكنز. لا تقول أنا ضعيف لا أعرف شيء، لا 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 لا، اجلس مع نفسك وفكر. ربما أنت لا تستطيع أن تفكر، ربما تأتي إلى شيخك تقول أستاذ أنت ما لاحظت عني شيء أنا قوي فيه حتى أتقوى فيه أكثر. ربما شخص قدرته على الحفظ ضعيفة، لكنه قوي في الجسد، استطيع أن يقوي نفسه. سيدنا خالد بن الوليد ماذا كانت مهنته؟ كانت مهنته الجهاد. هل سمعنا أحاديث كثيرة عن سيدنا خالد بن الوليد؟ سمعنا عن خالد بن الوليد دائما هو في الجهاد، صحيح؟ سمعنا عن عبد الله بن عباس في الأحاديث، صحيح؟ سمعنا عن كثير من الصحابة من كتاب الوحي، صح؟ كل منهم يعني تفوق في شيء، كل منهم تفوق في مجال. فأنا أريد منكم أن تفتش عن ما بداخلك، لازم تفكر. وأنتم تجلسون معي الآن، فكر، ماذا أستطيع أن أقدم للإسلام ويكون موافق لقدراتي؟ وما هي قدراتي؟ كل هذه الأسئلة أسئلة مهمة.
يا شيخ أنت شيخ قراءات، لا يعني لماذا تأتي وتتحدث في هذه الأشياء؟ أتي لأتحدث لأني أرى منكم ربما من يعيد للإسلام مكانته وكرامته مرة أخرى. حينما أرى يعني أراكم وأنتم تحفظون المتون وتحفظون القرآن وتجتهدون في العلم، أتمنى أن يخرج منكم صلاح الدين الأيوبي الذي هزم الصليبيين. أتمنى أن أرى فيكم البرسلان. البرسلان هذا الرجل يعني قاد المسلمين في معركة ملازكرد، معركة قامت بين المسلمين والروم. تعرفون كم كان عدد المسلمين في هذه المعركة؟ 12,000. تعرفون كم كان عدد النصارى قاموا بحملة كبيرة من أوروبا؟ تعرفون كم كان عددهم؟ قيل 200,000. كم نسبة؟ نسبة كبيرة جدا، نسبة 1 إلى 20، يعني كل مقاتل أمامه 20 رجل، واحد أمامه 20. فيعني بالقوانين التي نعرفها المسلمون سينتهون، لكن ألب أرسلان وقف أمام هؤلاء، وقف أمام هؤلاء وحثه شيخه آق شمس الدين على 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 الجهاد، فقام وتحنط وجهز نفسه خلاص، يعني هذه الفاصلة. وكل الجيش يتحنط، كل الجيش يتحنط ويدخلون ويفتح المولى عز وجل عليهم، وتكون معركة ملاذكرت التي فاز فيها المسلمين ويؤسر قائد الصليبيين. فلذلك يا أحبابي كل منكم لابد أن يبحث عن ما بداخله. أنا أريد أن أسمع منكم، حد منكم يفكر أنه متفوق في شيء معين؟ يعني هل أحد، ربما أحد صوته جميل، أحد يستطيع الرسم، أحدكم يستطيع الحفظ بطريقة قوية جدا، أرى هذه يعني أقرأ المتن مرة 3 مرات 4 مرات أستطيع أن أحفظه. نريد أن نخرج الكنوز التي بداخلكم، لأنكم ستحملون راية هذا الدين، ستحملون راية هذا الدين.